السلام عليكم. حقيقة أكثر مشهد مبكي ومؤلم لجماهير نادي دورتموند ووفائهم لفريقهم رغم خسارتهم في آخر مباراة وفقدوا لقب الدوري الألماني. ونشاهد يعني فعلا يعني مشهد مؤثر جدا، وهذا كان وفاء الجمهور الأكثر ثقافة في العالم، جمهور بيلاروسيا دورتموند، وبكاء الجميع في مشهد لا يوصف. أجمل شيء في العالم المستديرة أنه وفاء في كرة القدم، وهذا ما شفناه من جماهير دورتموند. صراحة فقدوا أمل آخر المباراة وتوج بايرن ميونخ باللقب، وأيضا كان بايرن ميونخ متعادل لحد الدقيقة 89، وفي الدقيقة الأخيرة جابوا هدف الفوز.